لان نفسي مستاهله ان هي تتحب. ما شاء الله صح. عشان كده بسعى ان انا انجح في حياتي. متهيألي ان انا الوحيد في الدنيا اللي عمري ما حبيت. في ناس يا كل الناس تيجي تسال انت حبيت اه تاني يقول لك اه حبيت واحده بس مش حب حقيقي بس حب. انا ما حبيتش خالص. انا حبيت حب خطيبتي ليا وده مش حب. واجب. عارفه انت اللي هو تحبيني انا كمان بحبك. والله بس ما وصلناش لمرحله التفاهم مع بعض. انا لما جيت سالتك امبارح انا بالنسبه لي ما يهمنيش الموضوع يعني. تحبيه اه طيب اوكي لو بتحبيه قولي له وقولي له ما يغيرش معاملته معاكي لو انت فعلا لو هو كمان بيحبك. والعكس ده كان سؤالي. فهمت بقى النهارده انا كنت بتكلم عن ايه؟ انا لا بحور ولا بعمل مقلب ولا بتاع. بس برضه مش عايزك تفهمي غلط عشان ما تتجرحيش فاهمه. ده كان قصدي برضه يعني. سهيله يا نهار اسود ممكن تكون سهيله تحب محمد عباس. محمد عباس اتغير من ناحيتها فالبت يا عيني تتجرح. لا فاهماني؟ او ممكن محمد عباس يكون بيحب سهيله وسهيله ما بتحبوش. محمد عباس اتجرح برضه. لا زي ما قلت لك انتوا الاثنين تهموني. لو ارتبطتوا ببعض ابقى فرحان. لو ما ارتبطتوش ببعض مش هبقى زعلان. على فكره محمد عباس انا الواحد بحسه. محمد عباس اصلا ما بحسش حاجه من ما بحسش انه في حاجه من ناحيتي. قعدت بضحك عليهم لما يقولوا لي يا بنات اهدى نظرته يشوف فيها زي اي بنت. هما يقولوا لي لا وانا اقول لهم اه. هما لا في حاجه. في ايه؟ انت عارفه احلى حاجه في الموضوع ده بجد والله. انا تقريبا اتكلمت مع نصك مع البنات كلها يعني. قلت لهم ان انا يعني شانتان مثلا سالتني قبل كده قالت لي ان ممكن تحب واحده في الاكاديميه بتاعتي. ليه؟ طلع ان انا مش عايز ارتبط بواحده فنانه. مش معنى كده ان الفنانه وحشه. بس انت كده كلكم اخواتي وفنانات اهو بتغنوا. بس انا مش عاوز. انت اختيارك وانت حر. ليه بقى؟ انا شايف ان الفنانه لازم ابقى انا مطيع ليها مش هي المطيعة ليا. لا غلطان في الحاجه دي. افهميني ازاي؟ انا عندي حفله يا حبيبي. لازم استناها لحد الساعه 2 بالليل لحد ما ترجع. ويا سلام بقى لو في معجب بيكلمها في التليفون لازم طبعا ترد عليه. لو معجبين هتزعل معجبينها. انا شخص بغير. انا عارف نفسي يعني. اي نعم انا ما جربتش الاحساس بس حاسس ان انا هبقى غير. يعني حاسس ان انا هبقى غير. مش حابب الموضوع ان انا ارتبط بفنانه فاهمه؟ فاحلى حاجه ان انا بحب ده فنانه. عشان كده بتلاقي مثلا البنات كلهم عارفين ان انا بعملهم زي اخواتي. مش سايب مثلا اديها امل في الموضوع يعني. ودي احلى حاجه انا عملتها عكس الولاد كلهم. فاهماني؟ انا بقول لك يعني مفيش حد هنا لمح لي او مفيش. طب مين مثلا بجد مين ممكن مثلا اللي تحبيه حتى لو هو ما حبيكيش مثلا؟ مفيش بجد مفيش. انت لسه قايله سيبها لظروفها. انا حاليا بجاوبك على حاليا بعدين مش عارفه ايه هيحصل. انت ممكن ممكن ما كل شيء ممكن. هو انت ممكن تقول ما تتجوزش بفنانة وبعدين ربنا يكتب لك وتتجوز مع حد واحده فنانه. جايز خلاص. بس دي ظروف. احنا بنحكوا يعني على المنطق ما بنحكوش على حاجه فيها اعجاز لانه دي مكتوب ربنا. نحكي منطقيا انا شايفه انه ما فيش حد معجب فيا هنا على فكره. كلهم بيشوفوني اختهم وكلهم بيحترموني زي اختهم. ما فيش انا مش شايفه حد معجب بيا. ولو معجب بيا حد يجي يقول لي عشان اعرف اتصرف ازاي. بس انت نفسك تتحبي صح؟ لا انا محبوبه. مش قصدي نفسك تتحبي كواحده بنت. واحد بيحب واحده صح؟ في حد كان بيحبني وكنت مخطوبه ليه بس بالاخر طلع ما يعرفش قيمتي خلاص. ما يعرفش ايه معنى سهيله قيمتها بعد سنه تقريبا. كان زي بابا. تعرفش معنى زي بابا؟ وانا انت كنت بتحبيه؟ كنت خجوله جدا.
وكده يعني، لدرجة انه لو حد يكلمني، هو كنا في شغل سوا، لو حد يكلمني ما بتكلمش معاه، بس حتى يجي هو بقوله فلان كان عايز يقول لي كده واخد موافقته، يعني للدرجة دي. وهو يسكن في مكان وانا في مكان تاني، بعاد جدا عن بعض، يعني قمة الاحترام، لدرجة يقولوا له يا صحابه، يقولوا له انت لو تروح انت سايب من وراك راجل مش بنت، ما بتكلمش وما بحكي. بس انت طيبة قوي. ما عادي. بعدين هو انت متواضعة ولا انت بتعملي؟ لا عادي. يعني انت بعملية النهاردة حلوة قوي في الايفان مثلا، خايفة ان انت هتطلعي نومي. خايفة بجد. بس مش معنى كده ان انت هتطلعي نوميني، يعني ما تقوليش انا حاسة ان انا هطلع نوميني. حاسة ان انا هطلع نوميني. نكذب عليك بجد؟ حاسة كده؟ والله حاسة ان انا هطلع نوميني. فكرة انا كمان حاسس ان انا هطلع نوميني. طيب ليه؟ ده تواضع. انا غنيت حلو؟ غنيت مش حلو بس روعة يعني؟ روعة.